للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف. أستاذ جمال، هذا المعرض وهذا الملتقى بمناسبة مرور 100 عام على اتحاد الصناعات المصرية، ماذا يعني بالنسبة لمصر وعمليات التنمية المستهدفة؟ تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. الملتقى والمعرض الدولي الاول للصناعه في الحقيقه ياتي في توقيت بالغ الاهميه، في وقت الدوله المصريه بتسعى فيه لتوطين الصناعه واحداث ايضا تكامل ما بين المصنعين المصريين، مع ايضا الانفتاح على الخارج وجذب المستثمرين الخارجيين. اذا هي استراتيجيه مصريه عامه لدعم الصناعه المصريه في توقيت بالغ الاهميه، وهذا بيؤكد ان الدوله المصريه بتدعم اقتصادها بركائز اساسيه تعتمد طبعا على الصناعه وعلى الزراعه وعلى المقومات الاقتصاديه الاخرى، والصناعه بالتحديد بتشهد دفعه قويه جدا خلال هذه المرحله. اذا تم النظر في الخطوات الكثيره التي اتخذتها الدوله خلال يعني الفترات القليله الماضيه، سوف نجد الكثير من المحفزات، الكثير من التشريعات، الكثير ايضا من الدعم من القياده السياسيه المصريه للمستثمر المحلي وايضا حتى المستثمر الاجنبي، ايضا انطلاق مبادره اعتقد ان هي الاهم واحد قاطرات النمو الاقتصادي، وهي مبادره ابدا الان، هي ايضا دفعه قويه جدا للاقتصاد المصري، خصوصا احنا نتحدث عن مبادره استطاعت ان تساعد 1500 مشروع خلال العام الماضي فقط في الحصول على التراخيص وانجاز الاوراق والمستندات، ايضا بتستهدف 200 مليار دولار حجم الاستثمارات في مجال التصنيع. اذا ايضا هي مبادره بالفعل بتدعم فكره وشعار صنع في مصر، اعتقد ان هذا الهدف وهذا الشعار الذي الان يعلو في القيمه والمصنع المصري الان يعني يسعى اليه والدوله المصريه تسعى اليه، هو الهدف الاسمى، فكره ان نحظى بقدره تصنيعيه تمكننا من حفر شعار صنع في مصر في مختلف الاسواق العالميه، وايضا تحقيق الاحتياجات المحليه. المؤتمر اليوم ومداخلات السيد الرئيس ودعمه للصناعه ودعمه لقطاع الاعمال وايضا حرصه على اجابه كافه الصعوبات، كلها امور بتؤكد نحن امام دفعه قويه جدا لمجال التصنيع المصري. والمؤتمر اليوم او الملتقى اليوم في الحقيقه انطلاقه جديده في توقيت بالغ الاهميه. نعم، المؤتمر وعندما نتحدث عن الحوافز الخاصه بالدوله المصريه في دعم المستثمر المحلي والاجنبي ايضا في الداخل المصري، يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بان الدوله على استعداد بالدخول بالنصف او باي نسبه يتحدث بها مع الشريك الذي يدخل معه في مبادره ابدا لتيسير الأمور عليه، ومن ثم يعني الوصول إلى المستهدفات بزيادة نسب التصدير وأيضا تغطية الاستهلاك المحلي. بالتأكيد يمكن السيد الرئيس تحدث عن أن ما فيش وقت، لا يوجد رفاهية الوقت لدينا لنبحث في أمور هي بالفعل الجميع يدركها، وهناك قائمة بما تقوم الدولة المصرية باستيراده من الخارج ويحتاجها بالفعل. إذن هذه السلع، هذه المكونات الخاصة بالإنتاج الجميع يدركها، الجميع يدرك حاجة السوق المصري لها، ومن ثم علينا أن نسرع عجلة إنتاج هذه المدخلات الخاصة بالإنتاج أو المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، خصوصا ان هناك عاملين الان اساسيين بيدفعونا للقدوم نحو هذا الهدف. الاول وهو ان هناك ازمه بالفعل في المجتمع الدولي فيما يتعلق بسلاسل الامداد والتمويل، وايضا الامر الاخر والذي له علاقه ايضا بتوفير العمله الصعبه، والعامل الاخر المحفز هو تحقيق الهدف الاسمى فيما يتعلق ب 100 مليار دولار صادرات الى الخارج. وبالفعل الصادرات المصريه بالمناسبه بالفعل حققت رقم كبير جدا وزياده 20% فقط في النصف الاول من هذا العام، بنتحدث عن اكثر من 19 مليار دولار حجم الصادرات المصريه الغير بتروليه للخارج، وده بيدينا مؤشر كبير جدا ان مصر لم ولن تتوقف، بل ان عجله الانتاج المصريه في الحقيقه بل بتتسارع، وهناك حتى يعني اقبال من المستثمر المحلي او المستثمر الخارجي للدخول في مجال التصنيع. اذا هناك خطاب من القياده السياسيه المصريه الان محفز داعم، سواء في ايجاد التشريعات او ايجاد الامور اللوجستيه واتاحه كافه القرارات التنفيذيه لخروج المشروعات الى النور في اسرع وقت، او حتى من خلال القرارات التي يتخذها السيد الرئيس او توجهات السيد الرئيس السريعه، زي ما شفنا اتاحه الرخصه الذهبيه لمده 3 اشهر، زي ما شفنا ان السيد الرئيس الان بيتحدث عن اي مستثمر يريد ان يدخل في احد المشروعات
مع مبادره ابدا، وسوف تكون الدوله داعمه ايضا توفير الطاقه وثبات الاسعار فيما يخص الطاقه وامداد المصانع المختلفه بالطاقه اللازمه عن طريق اسعار يعني من الممكن ان تكون بشكل او باخر مدعومه من الدوله المصريه بشكل كبير كما تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظا على تسيير وتيسير عجله الصناعه المصريه. بالتاكيد هذه حوادث ايضا اضافيه داخل السوق المصري، وكانت السياسه المصريه اليوم تشير اليها، وايضا رساله طمأنة من السيد الرئيس للمستثمر ان هذه الاسعار لن يحدث فيها نوع من انواع الزياده المبالغ فيها، ولكن مصر تحافظ على استقرار السوق وتحافظ على جوده الخدمه ايضا المقدمه. يعني يوجد كهرباء، يوجد غاز، مش فقط بس اسعارهم رخيصه او اسعارهم لا تقارن بالاسعار العالميه، ولكن ايضا جوده تقديم هذه الخدمات. يعني الغاز لا يوجد فيه انقطاع، الكهرباء لا يوجد فيها انقطاع، بل هي في احسن جوده، وبالتالي مدخلات الانتاج من الطاقه انا اعتقد ان مصر حققت فيها طفره كبيره جدا تتوائم مع فكره انها مركز اقليمي للطاقه، وتسعى الان لتكون ايضا مركز اقليمي للصناعه سواء افريقيا او عربيا، وهذا ايضا حافز اضافي لان السوق المصري لا يتيح فقط للمستثمر المحلي او المستثمر الاجنبي فقط اشباع الحاجه المحليه من المنتجات، ولكن ايضا مصر الان بهذه البنيه التحتيه من الموانئ والطرق والمطارات وغيرها من البنيه اللوجستيه هي ايضا هب او مركز تجاري اقليمي للقاره الافريقيه وللمنطقه العربيه بل لمنطقه الشرق الاوسط بشكل كمان ومساعد رئيسي جاذب للاستثمار تهيئه هذه البنيه التحتيه. لكن دعنا نتحدث عن العنصر البشري، عمليات التاهيل والتدريب واقامه المدارس الفنية التي تدعم هذا العنصر برعاية من المصانع الكبرى والشركات. بالتأكيد يمكن أول من لفت النظر إلى أهمية دعم التعليم الفني واستجلاب حتى التجارب الخارجية المتعلقة بدعم التعليم الفني كان السيد الرئيس، وحينما ذهب إلى ألمانيا في أولى زياراته الخارجية كان حريصا على جذب التجربة الخاصة بالتعليم الفني من هناك، وأيضا حينما ذهب إلى اليابان أيضا جلب أيضا هذه التجربة من اليابان. إذا هناك حرص من القيادة السياسية المصرية للاستعانة بالخبرات الخاصة بالتعليم الفني. الحقيقة أن أيضا المستثمرين ورجال الأعمال المصريين استجابوا لهذه الفكرة ولهذه الأطروحة ولهذا المسار، ووجدنا مدارس مدعمة أيضا من المصانع المصرية ومن الشركات المصرية، وحدث خلال الفترة الماضية سواء من خلال حراك الدولة المصرية أو من خلال مساهمات رجال الأعمال والقطاع الخاص، حراك كبير جدا في مجال العمل الفني، وظهرت في الحقيقة قيمة هذا الحراك مع وجود صناعات جديدة ومستحدثة في الداخل المصري. يمكن حينما نتحدث الان عن المدرسه الفنيه الخاصه بالطبعه نتحدث ايضا عن المدارس الفنيه الاخرى في قطاعات الطاقه وغيرها، المدارس التكنولوجيه نعم التكنولوجيه، وبالتالي انا اعتقد ان اهتمام الدوله المصريه بمجال التعليم الفني ودعمه ايضا احد الحوافز المهمه جدا لدعم الصناعه المصريه. العنصر البشري المصري الان اصبح مؤهل فنيا، وايضا حتى على صعيد الاكل او يعني تكلفه هذه العماله يعتبر ايضا او تعتبر هذه التكلفه ايضا لا تقارن عالميا باسعار العماله الدوليه، وبالتالي عنصر مدرب وتكلفه اقل، ومن ثم هو ايضا حافز مهم جدا لزياده التصنيع في مصر، ودعم مهم جدا من الدوله المصريه من خلال دعم وتطوير العنصر البشري اللي في الحقيقه هو يعني ثروه هذه الدوله الحقيقيه، واللي الدوله بتتكز عليه في كافه مشروعاتها سواء القوميه او في دعم كافه المشروعات الصناعيه. نعم، بالعوده مره اخرى الى مبادره ابدا تحديدا، والتي انطلقت من عدد من المحاور، بدات بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر وامتدت الى المشروعات الكبرى. يعني فكره المبادره في حد ذاتها ومدى الفرص التي توفرها للعمالة المصرية سواء فرص مباشرة أو غير مباشرة من العمل. مبادرة ابدأ في الحقيقة انطلقت من المظلة الأهم، وهي طبعا حياة كريمة، وخرجت في البداية لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتطور الحلم وتطور الأداء لتصل الآن لدعم المشروعات الصناعية الكبيرة. وأعتقد أن مبادرة ابدأ الآن تستطيع أن تكون نموذج مهم جدا لتضافر الجهود وتكامل الجهود ما بين كافة الجهات المختلفة سواء كان مجتمع مدني، قطاع خاص، وأيضا حكومة. وهذا المثلث في الحقيقة الآن يشكل قاطرة نماء وتنمية للصناعة المصرية، ومبادرة ابدأ في الحقيقة بتدعم
الان من خلال الجهود الحكوميه وجهود المجتمع المدني وجهود القطاع الخاص ورجال الاعمال قاطره الصناعه الى الامام. اعتقد ان مبادره ابدا التي استطاعت بالفعل الان تساعد اكثر من 1500 مصنع خلال العام المنقضي وان تنفذ الكثير من المشروعات سواء على صعيد المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر او المشروعات الكبيره استطاعت ان تثبت الان انها قادره خلال الفتره القادمه على انجاز المزيد والمزيد. الجميع يعول على هذه المبادره فيما يتعلق بدعم الصناعه خلال الفتره القادمه خاصه انها جاءت في التوقيت المثالي في التوقيت الذي نحتاج فيه الى دعم اكثر للصناعه. مجتمع رجال الاعمال ايضا يرحب بهذه المبادره وشفنا النماذج التي طرحت اليوم من المشروعات بتؤكد صحيح. على هذا التكامل فكره ان الجميع يعمل كتفا بكتف من خلال هذه المبادره من خلال هذه الحاضنه الان الاشمل وهي مبادره ابدا لدعم التصنيع المحلي ورفع قيمه شعار صنع في مصر وحصر في كافه الاسواق الاقليميه والعالميه ومن ثم الجميع يدعم هذه المبادره وهذه المبادره الان هي مهمه للغايه لدعم التصنيع المحلي والخروج ايضا به الى الاسواق المحيطه بنا سواء كانت افريقيا او عربيا. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف كنت معي عبر الهاتف.